10 في الإطار الذي كان قائما في 2010، ما كانش هياخد التلتين؟ هل الحزب الوطني فشل في حاجة لا في مواجهة؟ ماشي، ده رأيك. رأيي إنه كان هياخد التلتين. لا، كان عندنا كوادر حزبية كتيرة جدا، وكان الإخوان عندهم 88 نائب، كان ممكن يبقوا 120 فعلا. كويس. وكان في كوادر حزبية كتيرة، والانتخابات اتلعب فيها. احنا كلمنا الحقيقة إنه التقديرات اللي كانت أمامنا وكان عندي ثقة في دقة هذه التقديرات، ما بقولش إنها بتمثل الحقيقة كلها، اعتبرها يعني حقيقة تحتمل الخطأ أو خطأ أو خطأ يحتمل صواب. دي كانت الوسيلة اللي احنا من خلالها نستشرف كيف يكون برلمان 2010. طب ليه الناس طلعت في رأيك؟ أما أنت عم بتقدم الناس طلعت تنظير لما جرى. لو حضرتك شايف إن الناس طلعت عشان أحمد عز، أنا بعتذر وآسف إذا كان ده الهدف، إن أنا مسؤول أنت واحد عن خروج من المتهمين رسميا بأنهم أفسدوا هذا النظام. ما أفسدوا إزاي يعني؟ أفسدوا النظام. أنا كنت أمين تنظيم في مارس 2006 حتى 2011، حتى 28 يناير 2011 أو 29 صبح يوم. خمس سنين بس تقصد؟ يعني الفاسد من قبل كده؟ مش خمس سنين. لا انا ما بقولش الفاسد قبل كده، يعني بلاش تحط على لساني كلام انا ما قلتوش. بس انت قلت اصلاح في حضرتك الاول. اصلاح يعني حضرتك انت شايف ان في اخطاء. كان في اصلاح كبير جدا ما بين 2006 و2011 برضو. ما تاخدش من كلامي وتقول لي امال الناس غضبت ليه. انا بكلمك برد على الاصلاح. كان في اصلاح تم في الحزب، كان في اصلاح ان احنا بنوثق للمره الاولى عضويه جديده في الحزب، تجرى انتخابات داخليه في الحزب مرتين، انتخابات سليمه من وجهه نظري. ماشي. بنختار نوابنا بطرق مختلفه عما كانت عليه في السابق. شرحت لنا ده. الناس طلعت ايه في تفكير في رايك انت لما شفت الناس في الشوارع؟ اذا كان تاني الهدف انا حاطر الناس طلعت، انت تحليلك ايه لثوره يناير؟ اصل التحليل الناس طلعت ليه ده تحليل كبير وواسع. مؤامرة برضو ولا؟ لا، ما فيش مؤامرة على فكرة. فكرة ثورة ومؤامرة، هو في ثورة من غير ما يبقى فيها اتفاق وتآمر حتى، آسف يعني في استخدام التعبير. فيعني الكلام ما يجيش بالصورة دي. الأسباب كتيرة جدا. الأسباب إنه كان في نظام واحد، هذا النظام موجود من سنة 52 حتى 2010، ما فيش بدائل. لما يبقاش في بديل، سقف توقعات الناس وهم على حق بيبقى عالي، لأنه لم يرى أبدا هذا البديل. الحزب الوطني الديمقراطي اللي حضرتك بتتكلم عنه، تاني مش عاوز برضو أنفي مسؤولية عن نفسي، هذا الحزب هو امتداد الاتحاد الاشتراكي. أمين التنظيم الذي كان قبلي رحمة الله عليه الأستاذ كمال الشاذلي كان أمين الاتحاد الاشتراكي في محافظة المنوفية سنة 64. السيد الرجل المحترم الفاضل له كل التقدير الدكتور مفيد شهاب كان يقود جبهة الشباب في الاتحاد الاشتراكي من الستينيات، الدكتور علي الدين الهلال إلى آخره. حلو، بس دول موقعوش البلد. إحنا لكن لما شوف أنه مبارك أول ما الثورة تقوم يقيلك أنت، معناه أنه بيحملك أنت المسؤولية. حاضر. وأنا أنا صح أتحمل ولا لا؟ المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية. ما أنا أقول لك إيه. طب لما تتحمل المسؤولية عايز تنزل ليه؟ ده النظام الذي كان. ما أنت ده النظام اللي كان يعني بقاله 60 سنة. النظام بطبيعته كان هكذا، طبيعة نظامنا، وله نماذج كتيرة جدا في العالم. كان ابن عصره، ما بحملش على النظام، ظروف قام فيها هذا النظام. نظام استمر لمدة 60 سنة، ما كانش فيه تداول للسلطة. أنا مش مسؤول عن ده. ما كانش فيه تداول. مين مسؤول؟ ما كانش فيه تداول. مين مسؤول؟ أنا اللي مسؤول. بس عايزينك تبقى يعني في أنت مقدم نفسك للناس مرة تانية وعايز تخوض انتخابات وكده. مش هينفع نقول كلام. معلش والله أنا بقولها لك مخلصا بقى المرة دي. التحليل مش عشان أنا مثلا بسألك وعايز أنا بقول لك مش هينفع إن أنت تلفلي في التحليل التاريخي والتوثيقي. ما تقدرش تتكلم عن 60 سنة وتقول مين اللي مسؤول. أنا بقول لحضرتك الناس المصريين، وأنا منهم، معايا مش أنا منهم يعني كنت ثائر أو لا خالص، أنا بقول لك المصريين ما شافوش بدائل على مدار 60 سنة تقريبا.